هنا القاهرة. بس القاهرة دي القاهرة دي الجو القديم ده، ما تشوف لنا حاجة جديدة كده. ما تيجي مكاني أحسن. طب وسع أحمنسي برنامج إيه لو مصدقتي؟ خلاص مصدقتي فيه. أحمنسي فكرة وإعداد وتقديم وإخراج أحمد عمارة. أحمد عمارة لوحده؟ مفيش أي حد تاني معاه؟ بص إيه؟ ما هو يا فكرة وتقديم وإعداد وإخراج نانسي شبانة وأحمد عمارة يا هروح. بقولك إيه؟ إخلاصي بقى، يلا عشان نبدأ. يلا أحمد، ما تسيبلي في إيدك بقى، ما تيجي تقعد معايا بجد، أنا زهقانة. طب شوية بس لما أخلص شوية. طب هتخلص بعد قد إيه؟ مش عارف يا حبيبتي. يا احمد يعني ايه مش عارف؟ انا زهقت بجد، انا طول النهار قاعده لوحدي بستنى انت امتى تيجي من الشغل علشان اقعد معاك واتكلم معاك. بقولك ايه، انا جاي تعبان من الشغل ومش ناقص حوارات. حوارات؟ هو انا لدرجه دي مش فارقه معاك ولا همك زعلي؟ على فكره دي بقت حاجه تقرف وعيشه رخمه وسخيفه وكلها ملل، انا زهقت. تفتكروا غلط انها زعلت؟ طبعا غلط. ليه؟ علشان واحده قاعده طول النهار ما بتعملش اي حاجه وموقفة حياتها وسعادتها على إن جوزها لما يجي تبدأ هي تتبسط. اليوم طويل والحياة جميلة، ليه أقصر جانب واحد من حياتي على يبقى هو مصدر انبساطي وسعادتي، ولو هو عنده أي ظرف أنا بقى تابع ليه وسعادتي وراحتي تبقى معتمد عليه؟ المنطق ده أصلا في التعامل مع نفسي أنا كامرأة غلط. أنت عندك حاجات كتير ممكن تعمليها، مهم أوي إن يكون عندك اهتمامات شخصية، عندك حاجات بتستمتعي بيها، عندك حاجات كتير بتشبعي فيها نفسك وبتطلعي فيها طاقتك، بتنفعي الآخرين، عندك حياة اجتماعية، عندك حياة أسرية حلوة مع عائلتك المقربة، عندك نشاطات وحاجات بتطوري بيها نفسك. الحياة فيها حاجات كتير حلوة نستمتع بيها. يوم ما تقفلي عقلك على جوزك بس هتبقى دي النتيجة. انت عارفة كمان ده بيعمل طاقة احتياج، ولما تكون الأنثى محتاجة الزوج بينفر منها، لأن أول ما تيجي تتكلم معاه بتبقى عايزة تسحب منه الطاقة. هو بلا وعي بيحس كده، فبيحس انه عايز يبعد لانه هو عايز يشحن مش في وقت خالص يدي طاقة. بس عارف مهم قوي يبقى الزوج فاهم ان الحياة هي مشاركة، في حوار، في لغة. لما الصمت كده بيدخل وبيبقى اغلب الوقت في العلاقة الزوجية بيبقى مؤشر ان الجودة في العلاقة دي بتقل. فلو الزوج دايما حريص ولو بكلمات بسيطة يعبر لمراته عن قد ايه هو مهتم ان هو يتكلم ويقعد معاها، ولكن بسبب ان هو جاي من شغل تعبان او لسبب اي ظرف هو مش هيقدر، تأكد انها هتقدر. فعلا معك حق، ومهم كمان يبقى واعي ان هو مش داخل البيت عشان يرتاح. هو مهم زي ما عنده مسؤوليات في الشغل عنده مسؤولية في البيت، هو داخل عشان يريح لكي يرتاح. هعيدها تاني، هو داخل نيته يريح عشان يرتاح، وهو ده معنى الراحة الحقيقية. أنا عارفة كويس جدا إنه أنا طول ما أنا عايشة في حالة الفقر واحتياج المشاعر اللي أنا عايشة فيه طول النهار، أول ما هيجي هيبقى مش راضي يبص في وشي. أصلا أنا جربت كذا مرة قبل كده لما بقى مزططة ومبسوطة من حاجات تانية خالص، أول ما يجي ألاقيه عادي وبيتكلم ومزاجه حلو، وأول لما بقى أنا قاعدة ومستنياه وهموت وأتكلم معاه ألاقيه قلب وشه علي. على فكرة هو شكلها كده إن أنا لما بقى هموت عليه بيبقى مش طايق. والله معك حق. انت عارفة كمان ان لو الراجل قرر او بقى ناوي انه يسعد مراته، يعني هينفق عليها سعادة، والله مش بعيد وهم قاعدين بيتكلموا هيلاقي نفسه فرفش وهي فرفشت، بقوا سعداء ومبسوط وارتاح اكتر من اي حاجة تانية كان بيعملها. طب ايه رأيك يلا نجرب تاني؟ يلا حبيبي، انا بجد وحشاني القعدة معاك قوي. هو ايه رأيك تخلص اللي في ايدك وتيجي تقعد معايا شوية؟ طب بصي اديني بس 5 دقايق وهتلاقيني جايلك. بس بصي بقى، انا دماغي قد كده من الشغل ومش قادر اتكلم. طب بص انا مقدر، بس انا عندي كام حاجه بس مهمه كده عايز احكي لك عليهم، ومش مهم ترد عليا، كفايه بس انك سامعني وجنبي، دي عندي بتاني. ماشي يا ستي، 5 دقايق بالظبط وجايلك. كنتم مع احمنسي، فكره واعداد وتقديم واخراج نانسي شبه. عشان خاطر لا 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 ازاي انت اشتغلت وعملت حاجات كتير؟ عادي مش مشكله، انا موافق. لا 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 وانا لا يمكن اوافق على حاجه زي كده. فكره واعداد وتقديم واخراج احمد عمارة ونانسي شبانه.